سائل يقول: أنا أسكن في أوروبا ولا يوجد هناك من يفتيني في هذه المسألة، وهي يقول: طلقت زوجتي 3 طلقات، لكن في الثالثة كنت غضبان جدا. سؤاله: هل يجوز لي المراجعة أم بماذا تنصحونني؟ تجي لدار الإفتاء إن شاء الله للمفتي وتكتب سؤالك وتقدمه ويصدر فيه الجواب إن شاء الله. نعم.